طمأنة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات المرجعية الدينية العليا في النجف بأن العمل جار لضمان إجراء الانتخابات في وقتها المحدد وفي جميع محافظات العراق، وأن البطاقات الانتخابية ستصل إلى الجميع في الوقت المحدد. جاء ذلك خلال لقاء مجلس المفوضين المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في مكتبه بالنجف، والذي عقبه بمؤتمر صحفي نقل فيه مطالبة المرجع الأعلى بوضع إجراءات خاصة لإجراء الانتخابات في الرمادي وإيصال البطاقة الانتخابية إلى مهجريها. أطلع مجلس المفوضين المرجعية على جميع تفاصيل العملية الانتخابية والتحديات التي تحيط بعمل المفوضية، كون أن المفوضية تدير أكثر من حدث انتخابي في هذا المقطع الزمني. وأطلعنا المرجعية أيضا على موضوع توزيع البطاقة الإلكترونية والتسجيل البايومتري. نعم، توجد بعض المخاوف، وشرحت المفوضية آليات المفوضية بخصوص اعتماد البطاقة. أيضا تم التوجيه أن تقوم المفوضية تعطي بعض الإجراءات الخاصة في ناخبين في الأنبار بخصوص النازحين والوصول إليهم وضمان تصويتهم في يوم الاقتراع العام. توصيات العمل بمهنية والوقوف من جميع الكيانات السياسية خط شروع واحد والعمل بشفافية، وضرورة إيصال رسائل اطمئنان للجميع من خلال العمل المهني والشفاف. المفوضية أكدت أنها أبلغت المرجعية الدينية العليا وقوفها على مسافة واحدة من الجميع رغم الضغوط الكبيرة والتحديات التي تواجهها، متحدثة عن شمول 400 مرشح بإجراءات المساءلة والعدالة، أرجع منهم 150 واستبعاد 69 لوجود قيود جنائية، لكن أنها أبقت الباب مفتوحا أمام الطعون القضائية. زيارتنا للسيد المرجع كان لسبب، وهو دعمهم للعملية الديمقراطية وللسلم الأهلي الجاري في البلد، بالإضافة إلى دعمهم الدائم للانتخابات. وصل عدد الذين شملوا بإجراءات المساءلة والعدالة أكثر من 400 واحد، تم إرجاع حسب القرارات التمييزية ما معدله أكثر من 150، تم استبعاد تقريبا 69 شخص مرشح العفو بالقيود الجنائية، لكن كل قرارات مجلس المفوضية التي تصدرها خاضعة للطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة من مجلس القضاء الأعلى الموقر. مراقبون اعتبروا أن اللقاء له أهمية خاصة بالنسبة لمفوضية الانتخابات التي تواجهها صعوبات كبيرة، أهمها مشكلة اضطراب الوضع الأمني في الأنبار وانتقادات البعض لها بسبب عمليات استبعاد بعض المرشحين. المفوضية اليوم أمام تحديين، التحدي الأول الوضع الأمني في الأنبار وهو وضع مقلق للكثيرين، وكذلك استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات وما يمارس على المفوضية من ضغوطات، خصوصا أن البعض منهم هم أصلا نواب في البرلمان، ولذلك زيارة وفد المفوضية اليوم إلى المرجعية هو بمثابة الحصول على دعم المرجعية في هذين الأمرين. وتحدثت المفوضية عن توزيع 60% من البطاقات الانتخابية في محافظات الفرات الأوسط و 40% في كردستان حتى الآن، كاشفة عن توزيع 500,000 بطاقة يوميا في عموم العراق. لقاء اليوم أكثر من مهم بالنسبة لمفوضية الانتخابات التي تتعرض لضغوط كبيرة من جهات عدة. أراجي نصير الحرة، النجف الأشرف.